بخصوص الكتب المدرسية واللي جات في سؤال من الأسئلة المطروحة، أولا هذا الموضوع هذا كيف ما قلت في الندوة الصحفية السابقة، الحكومة تلقت هذا الطلب وأخذت به علما من طرف الناشرين لاعتبارات أن هناك كلفة إضافية اللي دخلت خاصة فيما يتعلق بزيادة سعر الورق وكلفة الطباعة. هذا الموضوع هذا يهم فقط الكتب ديال الابتدائي وديال الإعدادي، لا يهم الكتب ديال الثانوي. يهم 186 كتاب مدرسي، غالبية هذه الكتب هذو يتم يعني تحملهم في إطار المبادرة الملكية مليون محفظة، لكن أعيد تكرارها مرة أخرى، الحكومة لم تقرر بعد في هذا الموضوع، تدرس هذا الطلب وسوف تقرر بشأنه.